مشاهدينا، ينضم إلينا من عمان اللواء أسامة العلي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء معنا في 19. لماذا يتم الربط من قبل خامنائي بشأن ما حصل في 7 أكتوبر مع ذكرى الخميني؟ مساء الخير. إيران حطت فلسطين في رأسها وبدها تخرب فلسطين، بداية من رفضها للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووجدت جماعة وجدتهم أصلاً إسرائيل. أصلاً حماس صنعت في الكيان الصهيوني، حماس صناعة إسرائيلية، ونحن ندري، إحنا أولاد البلد وبنعرف كيف تم صناعة حماس في فلسطين. إيران تلقفتهم وصرفت عليهم. نعم. هذا اتهام خطير سيادة اللواء، يعني عندما تقول بأنه حماس هي كيان إسرائيلي. لا لا، وين تشكلوا؟ بجيب لك اعتراف من الشيخ أحمد ياسين، راح عند أبو صبري وأخذ تصريح عشان يعمل بلي، عشان يعمل دائرة إسلامية ما أعرف إيش، وهو اعترف بهذا الشيء ومسجل كله. أنا بحكي شيء مسجل، بألفش يعني، بجيش بريد. هو الشيخ ياسين قال إحنا أخذنا تصريح من أبو صبري، وأنا بعرف أبو صبري وبعرف ساعده الحلبي وساعدوهم وقدموا لهم. طب ما هم بيقولوا إسرائيل اللي بعد حملتها المصاري، يعني نجيها واحدة وكده. نتنياهو حمل أموال لحماس ودفعوا رواتب ضاربي الصواريخ على إسرائيل. كيف معناها؟ إيش معنى هاي؟ حماس عملت تفاهمات مع العدو الصهيوني وهي ميليشيا ما بيطلع لها تعمل تفاهمات، يعني في علاقات مشبوهة. 5 حروب. طيب ما الذي تقصده علاقات مشبوهة مع من؟ مع إيران؟ كما نحن هنا نتحدث عن إيران، عن الربط بين المناسبتين، ولماذا خامنائي يتحدث عن 7 أكتوبر ويقول بأنه لو ما حدث لكان تشكلت تغيير كبير في المنطقة؟ طب ما قلناش شو اللي كان ممكن تشكل، شو يعني هي بدب حكي وهذا خلف وبحكي، شو تشكلت أشياء غريبة ولولا الطوفان ده كان تشكلت، شو كان صار يعني؟ يعني شو كان صار؟ يعني كانت إسرائيل احتلت السعودية ولا إيش؟ يعني شو صار؟ شو الشيء اللي كان ممكن يصير والطوفان بصوت؟ الشيء الوحيد اللي نتيجة الطوفان خراب بيت فلسطين اللي هي غزة، 2.25 مليون تدبحوا، يعني بدناش نضلنا بعيدة، كل الدنيا شافت اللي صار في غزة، اللي غير مقبول ولا يقبل عقل ولا منطق ولا بالتاريخ صار مثل اللي بيصير قاعد في فلسطين من وراء الطوفان الزفت هاي. هاي مصيبة، هاي نكبة. يعني سيادة اللواء أنتظر ردك. لم تجبني فيما يتعلق بالربط بين المناسبتين من قبل خامنائي، ثورة يعني يتحدث عن مناسبة الخميني ومعها 7 أكتوبر، لماذا هذا الربط اليوم؟ هذا باعتبار أنه هم الأبطال 7 أكتوبر، هم من لعبوا تعليمات، هذول اللي طاروا الطيارات الصغيرة الشراعية، وين تعلموا يطيروها؟ ما تعلموها لا بغزة ولا بالعراق ولا بسوريا، اتعلموها في إيران، هم من علموهم عليها وهم من خططوا لهم إياها وقالوا هذا انتقام لسليماني، وبعدين بطلوا جبنة يوم هاجموا على إسرائيل، عملوا زحفة العروسة. في حرب الدنيا بتصير طيارات وصواريخ بتروح على بلد تضربها بتزف وبتقول أنا جيكم الساعة 4 الساعة 3، مع أنه في البداية قالوا أنه تحرك فلسطيني فلسطيني. هو اللي عملوها فلسطينيين أكيد، زي العمليات الانتحارية اللي كانت تصير في إسرائيل، كان الموساد يدخلهم ويعملوا العمليات الانتحارية، وأنا كنت مشرف على هذا الشيء وشفته. طيب لماذا؟ ما الهدف؟ بتاعت العمليات الانتحارية لتدمير أوسلو، تدمير أوسلو. إسرائيل تضرب نفسها بشكل تحقق هدف إلها، معروفين أنه مرة فجروا سفينة حاملة مهاجرين فرنسية فجروها في البحر عشان أنه يدخلوهم لأنه كانوا حاملين أكثر من العدد اللازم. إسرائيل هذا الشيء على كل، هم من حماس وإيران، حماس ولا شيء، إيران بتحكمها، هم بيقولوا هم اللي بعطونا المصاري بيساعدونا كذا. ومين عمل الانقلاب؟ وليش عملت حماس انقلاب؟ بمصاري إيران وبدعم من إيران. يعني في عمل، أنا بحكيش من فراغ، المصايب اللي عملتها فينا إيران عملوها فينا الإسرائيليين وإيران، بس إيران بدها تستعمل ناس موجودين في فلسطين. فكيف هي لحالها إيران؟ من إيران ما بتقدر تشتغل، بدها تشغل ناس زي ما هلا بتشغل الحوثيين في اليمن وبتشغل حزب في العراق. مع أنه سيادة اللواء، يعني كانت هناك بعض التقارير تحدثت على أنه هناك نوع من عدم الرضا من قبل حماس على الجانب الإيراني،
يعني تفاجؤوا بعدم تطبيق الوعود التي جاءتهم من الجانب الإيراني، هل يمكن أن يؤثر ذلك في القرارات المقبلة، أن تجنح مثلا حماس للوحدة الوطنية بحكم أنها انطلت، يعني لم تنطلي عليها ربما أهداف إيران خاصة بعد الحرب وما كانت تنتظره من طهران ولم يتحقق؟ هلا في آخر كلام الخميني الخاميني هذا بيقول ضد وقف إطلاق النار، وحماس عم بتعيط على وقف إطلاق النار، إذا هذا طلباتهم متناقضة نوعا ما. ولكن هدول حماس تحت إمرة الخميني وتحت إمرة إيران، لأنه هي اللي بتدفع لهم واللي بيدفع بحكم واللي بيصرف بحكم، هي بتحكمهم، وعملوا العملية بأوامر من إيران. غدرت في حماس، كانوا متوقعين حماس لما يعملوا هالعملة إيران تفزع لهم من خلال حزب الله أو من خلالهم هم من نفسهم. إيران كالعادة كما غدرت في التاريخ، وبديش أحكي غدرهم التاريخي، كما غدروا بالتاريخ القديم غدروا حماس، غدروهم حماس ما بيجرؤوا يعملوا هيك عملة بدون ما يكونوا مركنين إنه في حد حيسندهم، لأنه مجانين بكونوا إذا يعملوها هيك على حالهم. طيب سيادة اللواء، يعني الآن هناك أكثر من 40,000 قتيل في قطاع غزة، القطاع دمر بالكامل، يعني لا مستشفيات ولا خدمات ولا غير صالح للعيش أصلا. في الجانب الثاني هناك مواقف أخرى ربما حسبت لم نعرف، يعني الكل ينسبها، البعض ينسبها للسابع من أكتوبر والبعض ينسبها للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين. الآن سيادة اللواء، كيف يمكن التغلب أو امتصاص ما جاء من تبعات هذه الحرب من قبل السلطة الفلسطينية؟ كيف يمكن أن ترمم؟ راح الصوت. أن ترمم؟ نعم. بعد كلمة أن ترمم؟ نعم، كيف يمكنها أن ترمم؟ توقفت هنا. ما عندناش شيء احنا نرممه، ليش احنا شو اللي صار يعني مصيبه حتى نرممها؟ بس اللي الموقف العالمي، هلا بنيجي على الموقف العالمي هذا اللي بنسبوه ل 7 اكتوبر واللي بنسبوه لحماس وللمقاومه، لا 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 يا عمي، ما احنا عايشين وعندنا عائل وبنشوف. العالم حزين على شعب فلسطين اللي بينذبح، حضرتك تعرف اكيد كل شيء، بس بحكي باختصار المذابح اللي صارت في غزه والدمار والقتل. اصلا مش حرب هي في غزه، مين بقول حرب؟ هذا اكبر غلط سياسي في الدنيا، بقولوا حرب وقت اطلاق نار. اللي صار عدوان اسرائيلي على المدنيين، لا معسكر ولا ضرب رتل دبابات ولا ضرب جيش ولا في جيش، في حد بيحارب؟ مين بيحارب في غزه؟ بتقولوا لي مين شفتوا حد بيحارب في غزه؟ يعني في 100 دبابه اسرائيليه بس ما فيش ولا دبابه فلسطينيه. يعني تقصد يعني تقصد هنا القضاء على حماس هي كانت فقط ذريعه؟ ما في قضاء على حماس ولا شيء. هلا هم انقضوا على اللي صار اللي بيصير هذا، احنا ليش احنا بنحكي بالخيال؟ الواقع اللي عايشينه، اسرائيل قضت على الشعب الفلسطيني في غزه وبنى ودمرت غزة عشان تعود الحياة بعد 20 سنة، لا مدرسة ولا دكانة ولا يعني عدد. إذا إسرائيل دمرت غزة تدمير كامل، والله يعلم هلا وين بتوصل، لسه ما خلصتش. وبعدين هلا هذا بقول ما توقفوش في القتال الإيراني، وهنية بقول أنا موافق على وقف القتال، يبقى إيش الاثنين اتقاتلوا ولا اختلفوا؟ هذول متضاربين بيفهموش، ضايعين ضيعونا معهم. عملت حماس 5 حروب، كل ضحايا الحروب الخمسة. طيب الآن بعد ثمانية أشهر من الحرب وكل ما وصلنا إليه اليوم، مش حرب. طيب حرب من الحرب هذا؟ دعني فقط أكمل السؤال. الآن هل هناك أي اتفاق يلوح في الأفق؟ هل وصلنا إلى يعني لحظة نقول فيها الآن يجب وقف إطلاق النار ونمضي في اتفاق، أم لا يزال بعيداً؟ اتفاق بين ايش؟ اتفاق ايش؟ على وقف هذه الحرب واطلاق وقف اطلاق النار. مش احنا اللي بنقرر الوقف اطلاق النار. اللي بيقرروا في وسطاء وفي اسرائيل وفي امريكا. اسالك عن الوسطاء من خلال متابعتك وتقييمك لسير المفاوضات والاتفاق الاسرائيلي الذي اعلن عنه بايدن، هل اقتربنا منه ام نحن بعيدون؟ لا في حاجه. طول ما في رهائن موجودين في غزه اسرائيل لن تتوقف. لن تتوقف طول ما في رهائن. الثاني شيء، إسرائيل
عارفه بخطف رهينه، اذا بسلم رهائنه بنقتل. فقبل ما يسلم حماس عندها طلب واحد بس، واحد بيحكوهوش، قالوا بيصحوا يحكوه، بدهم ضمانات، ضمانات لحياتهم. لانه لما بيجوا خمسه بخطفوا 50 واحد، ما برضو يسلموهم الا بياخذوا ضمانات كيف يطلعوا، والا لما بيسلموا الرهائن بنقتلوا. فلذلك حماس بدها ضمانات ان لا تقتل اذا سلمت الرهائن، لانه بالوقت اللي بتخلص وتسلم الرهائن مين بده يحماهم من اسرائيل؟ فبدهم ضمانات. اي واحد مخطف قبل ما يسلم خطيفته بيطلب الضمانات كيف يطلع من العمليه. فهذه العمليه اللي هي موجوده هلا، حماس بدها ضمانات انه ما تنقتلش، وغير هيك بدهاش. بعدين شو حققنا؟ حتى لا تريد لا دور سياسي ولا حكم لقطاع غزه بعجاله. هذا 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 بتطلبه ليل نهار، بس تقريبا عم تتنازل نوعا ما، مش زي اول بتقول بصير حزب سياسي، وتركيا اعطتها مشروع حزب سياسي واعترفت قالت بسلم السلاح وموساد اسلم السلاح واصير حزب أشكرك. سياسي. بس لا، بس لكن انه حماس طول ما هي بتطخ هالطلقين رصاصتين هالحاجتين اللي في غزه بتسميها حرب، وعم بتشرعن لاسرائيل استمرار الذبح، لانه هذه الهويتين ثلاثه اللي بتعملهم حماس. اشكرك. شكرا جزيلا. تضرب وتقصف وتقتل مدنيين. اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من عمان اللواء أسامة العلي عضو المجلس الوطني الفلسطيني.